نستعرض مع حضراتكم الآن في أهم الأخبار التي جاءت في الصحف والوكالات العربية والدولية حول مستجدات فيروس كورونا المستجد. نبدأ من الصحيفة الأولى معنا أو الموقع الإخباري الأول، بوابة أخبار اليوم: بسبب تفشي كورونا وسياسة الرئيس استقالة وزير الصحة البرازيلي. من بوابة العين الإخبارية: كورونا حول العالم 305,000 وفاة و4.5 مليون إصابة. من اليوم السابع: الجزائر منع زيارة المرضى في المستشفيات خلال عيد الفطر بسبب كورونا. ومن بوابة الأهرام: الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية قاتلة لتفشي كوفيد-19 في أوروبا. وصحيفة السابقة الإلكترونية: الاتحاد الأوروبي يطالب بعدم استخدام تطبيقات تتبع كورونا في التجسس. ومن CNN: آلاف المتطوعين يريدون الإصابة بفيروس كورونا بهدف إيجاد لقاح أسرع. ومن البيان: تشيلي تسجل 2502 إصابة جديدة بكورونا. ومونتي كارلو: تونس غياب إصابات بكورونا لليوم الخامس على التوالي. وكالة أنباء البحرين: الولايات المتحدة تسجل 27,191 إصابة مؤكدة و2043 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا. ومن سبوتنيك: بوتين تجهيز أكثر من 148,000 سرير في روسيا لمرض فيروس كورونا. أما الشرق الأوسط: أمريكا 18 مدعياً عاماً يطالبون الكونغرس بمقاضاة الصين وتحميلها خسائر كورونا. ومن أرم نيوز: وفاة وثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا. وكالة الأنباء الصينية شينخوا: الإنتاج الصناعي في الصين يسجل أول توسع بعد تفشي فيروس كورونا الجديد. ومن رويترز عنوان آخر: المراكز الأمريكية تقول وفيات كورونا تقترب من 86,000 حالة. أما وكالة يونهاب للأنباء: كوريا الجنوبية تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا. ووكالة الأنباء السورية سانا: الخارجية الروسية، الإرهابيون في الشرق الأوسط يستغلون أزمة كورونا لتكثيف أنشطتهم. أخيراً من وكالة أكي نتابع البابا: الوباء أبطل المبادرات الدولية للهجرة ودفع مساعدتها إلى قعر الأجندات السياسية.